اتمنى جيلنا كله يبقى فيه الروح دي. مين اللي قالك المعلومه دي؟ محدش بيبقى عارف الخير فين. ده اسمه قله ادب. انت مش شغاله في طحونه. عايز اكلمك، يمكن في بوست كده ابتدى يظهر من 7 سنين، كنت مقدم في معهد فنون مسرحيه وما اتقبلتش. شفت ده ازاي وفكرك بيه اول ما شفت البوست ده؟ الحمد لله كرم كبير قوي من عند ربنا، ان الحمد لله بيدي الواحد على قد مجهوده وتعبه. الحمد لله. يعني مش عارف اقول لك اكتر من كده، بس الحمد لله. طبعا مش فكره هو مكياس ومش مكياس، لا طبعا هو بيسهل جدا وبيعلم كتير جدا، بس طبعا الموهوب او اللي عنده موهبه يعني ما يبقاش معتمد على شيء معين ان هو هيجيله من وراه الحاجه، يعني يكمل سعي ويكمل مذاكره. عصام عمر، الناس بتعتبركم من النجوم الجيل الحالي واللي يعني الراس اللي هتاخد النجوم بعد كده. حبيبي عصام، طبعا بسم الله ما شاء الله عليه، يعني بيشرف مصر دلوقتي في فينيس بفيلمه مع استاذ خالد منصور، ففرحان له جدا. اتمنى جيلنا كله يبقى فيه الروح دي وبيحقق النجاحات دي. اخري قاعه اللؤلؤه وهدفع 75 جنيه على الراس. المعلومه دي عندي مش عارف حقيقيه ولا لا. عندي معلومه انك انت كنت هتعمل بالطو وعصام كان هيعمل حاله خاصه، وانتوا الاثنين كل واحد عمل فيكم التاني وانتوا الاثنين نجحتوا. مين اللي قال لك المعلومه دي؟ هما من جوه مصادر خاصه. يعني بس هو فعلا يعني يمكن بالطو كان جاي لي هي. بص، فعلا محدش بيبقى عارف الخير فين، وفعلا كل واحد بيبقى ربنا باعت له رزقه وباعت له الفرصه بتاعته اللي هيظهر فيها كويس والناس هتحبه فيها. فدي حاجه يعني برافو عليك، معلومه صح. معلومه تقول حاجات كتير اصلا. الحمد لله الحمد لله. لسه اصحابه وناجحين مع بعض؟ طبعا ده حبيبي اخويا. الفتره الجايه نشوف ان شاء الله فيلم سيكو سيكو مع عصام واخراج استاذ عمر مهندس وتاليف استاذ محمد دباح وموضوع عائلي الجزء الموسم الثالث ان شاء الله يا رب.